ضيفنا النهاردة هو محمد الشامي، وهو حياته مليانة أكل. بس مش بس كده، هو قبل الأكل كان فيه بقى مونتاج وفن وحركات تانية. كل الإكسبيرينس دي جمعها علشان في الآخر يعمل لنا شوحها وما تطلبهاش. لا ما تطلبهاش على طول، ما تطلبهاش شوحها، ما تطلبهاش. أيوة يعني في واو كده شوحها وما تطلبهاش. أنا أسفة. لا لا عامل إيه؟ عامل إيه فيروز؟ الحمد لله والله كله حلو. الحمد لله والله. أنا مبسوطة جدا أنت معنا. ربنا يخليك. أنا كمان والله سعيد جدا. أنا يعني أنت من الناس، يعني إحنا قبل ما يعني نصور يعني حسيت بالإنرجي بتاعتك. الله يخليك. شخص متواضع، داون تو إيرث جدا، كلام معاك سهل. الله يكرمك. ما حسيتش يعني ابدا في انرجي كده تحسسك انك متوتر، في انرجي تحسسك ان انت ايه اذا انا الشخص ده ممكن اقعد ارغي معاه ان شاء الله كان بعد اصل ظهرك. فانا مبسوطه جدا من الاحساس ده اصلا في حد ذاته. كلك ذوق. في الاول عايزك تحكي لي عن نفسك، ايه اللي حصل؟ يعني ايه النقله اللي حصلت في حياتك خلتك تبتدي اصلا فكره الفود بلوجينج؟ لان انت من اول يعني تقريبا اول حد في مصر. ده حقيقي. ف الاوائل يعني. ايه اللي حصل؟ بص يا ستي، احنا اصلا بنشتغل في الميديا. اوكي. كلنا يعني كلنا دي معناها انا واخواتي واصحابي اللي بدانا البروجكت بتاع شرحها ما تطلبهاش. اوكي. كلنا شغالين في الميديا اصلا ومن زمان، يعني من اوائل الالفينات ونص الالفينات وكده. كان في فتره شايفين انه خلاص لازم بقى المستقبل اللي جاي سوشيال ميديا، كانش لسه دلوقتي. يعني كنا شايفين ايه، عارفه لما يبقى عندك تكهنات للي هيحصل. ايوه. انه اللي جاي سوشيال ميديا والناس هتبطل تتفرج على التلفزيون ومش عارف ايه. كان لسه الناس بتتفرج وكل حاجه، بس كان ساعتها ده الفكر اللي هو بدايه النقله. يعني انه نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل اي حاجه. عايزين نعمل اي حاجه عشان ده شغلنا، اكل عيشنا، دراستنا وشغلنا وكل حاجه يعني. ايوه فاهمه. فجينا قلنا عايزين نعمل بروجكت سوشيال ميديا. احنا فكرنا كتير جدا جدا، مفيش اي حاجه عارفين نعملها، لان كان كل حاجه بندور انه هيبقى فيها ستار، حد مش مننا. وانس انه ممكن يحصل اي اختلاف في اي وقت هو ما يبقاش موجود معانا. خلاص كده. انا كنت اكتر واحد في الدنيا ما بيحبش يطلع قدام الكاميرا ولا اسمع صوتي في الكاميرا. كنت قلقان جدا. ليه بقى؟ طول الوقت انا شغال مونتير. انا طول الوقت انا عمال اشتم في اللي انا بمنتجه، ما تبصش كده، ما تتكلمش كده، ما تعملش كده. ايوه. فاللي هو انا كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا. انا بقى بحب الاكل اصلا والطبخ والكلام ده من زمان يعني. أيوة. انا كنت اوفر ويت. اوكي. تمام. فكنت بحب الاكل جدا وبعرف اطبخ وكده، ودايما بحب اطبخ لاصحابي واطبخ للناس وكده. فسافرنا في حوالي 2014 على الامارات نشتغل هناك في الميديا. أوكي. برضو انت وشباب أصدقاء. انا واخواتي والشباب اللي معايا، التيم بتاعنا كله عموما بتاع مصر. أوكي. يعني فكنا بنتجمع طبيعي كل جمعه نعمل اكل ونتغدى. مش عارف ايه الحاجات اللي بقى مش موجوده هناك نعملها. انا بعرف اطبخ كويس. نعمل مكرونه بشاميل، نعمل مسقعه، نعمل مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه. كانتش كمان المطاعم المصريه دلوقتي كمان في الامارات بقت كتيره. لا يعني اقول لك 2014 كان الموضوع صعب شويه. اوكي. بدانا نشتغل نعمل اكل. طب بقول لك ايه، ما تيجي نصورك ونعمل فيديوز اكل وبتاع. قلت لهم لا طبعا مستحيل، يعني انا خارج هذا الموضوع. قالوا لي طب بص احنا هنجرب ونصور ومنتج، ولو ما عجبناش نرمي. اوكي. وانت ما كنت رافض اصلا في الاول. اوكي. هنمنتج وبتاع ومالكش دعوه، انت احنا هنعمل له اديت، انت لكش دعوه بالموضوع وشوفه. عملنا اول فيديو منتجوه وبداوا يفرجوه الناس من غير ما اعرف. لقيت الناس تكلمني تقول لي جامد، اعمل مش عارف ايه رايك تعمل اكل ايه، من غير ما تعرف اصلا. حاجه كده بقى. وبدات اخد بقى كلام الناس. بدا الموضوع بقى يتغير شويه. اوكي. طب تعالوا بقى بروجكت مظبوط. قعدنا بقى عملنا برين ستورم، اخترنا الاسم، ما كناش لسه نعرف الاسم. لسه حتى الانترو والاوترو بتاع الفيديوهات اللي هي الاولانيه، خصوصا الفيديو الاولاني كانت بتصور لوحدها، يعني الفيديو نفسه بتصور وبعد كده بنعمل انترو عشان نقول فيه اسم. صراحه ما طلبوش، اللي ما كانش لسه انا فيه اسم ولا اي حاجه، وما كناش عارفين نعمل ايه. عملنا بيج، عملنا خطه انه البيج دي هنوصل مثلا في خلال 5 سنين لارقام معينه. المايلستون بتاع اول سنتين عملناه بعد اسبوعين. يعني الحمد لله وصلنا حوالي في اقل من شهرين لاكثر من 350 او 400 الف فولور. وده كان ساعتها ما كانش حد يعرف الارقام دي لسه. فيسبوك.
فيسبوك. انستجرام ساعتها ما كانش قوي وعشان احنا كنا الناس اللي بدانا فيسبوك فاحنا ما اهتمناش لا بالانستجرام ولا بيوتيوب. عندنا اكونتس بس مش زي الفيسبوك. الفيسبوك هو الاساسي بتاعنا. فيسبوك كده الاساسي. بالظبط. قعدنا بقى احنا على الفيسبوك نشتغل منتظمين عشان احنا عندنا النولج بتاعت التلفزيون. فبقى عندنا ايه؟ لا احنا عندنا ميعاد معين بنذيع فيه كل يوم اربع الساعه 12 الظهر مش عارف ايه. وبقينا لما نيجي ننزل اجازه لا نصور نجهز اربع فيديوهات عشان ما نقفش. يعني كنا الاول شغالين باول سنتين ثلاثه شغالين بتكنيك احنا برنامج بس بنذيع على الفيسبوك. اوكي. الناس بدات تتفاعل والدنيا بدات تبقى كويسه. بدانا الموضوع يزيد. بدات بتيجي عندنا يعني عايز اقول لك انه ممكن 300-350 الف فولور. دي كانت فيديوهات عندنا بتجيب ملايين مشاهدات. كان الموضوع لسه مش كتير فكنا بنعمل حاجه ما حدش غيرنا بيعملها فكان الموضوع كويس ان الناس بتتفرج على ده. بدانا بقى الطبيعي بقى نتطور لغايه ما جت وقت خلاص بقى لما جه الكورونا ومش عارف ايه نزلنا من يعني مش كلنا جزء مننا نزل يعني رجع مصر تاني. تحولت بقى شوحه ان هي تبقى شغل وبدانا بقى ندخل فيها مطاعم. بدانا ندخل فيها حاجات. يعني من هنا جت الموضوع ده يعني دلوقتي بقينا شوحه زي ما انت شايفه. طب الاسم انترستنج جدا. جه ازاي يعني؟ ما احنا جيل قديم سيكا. فاحنا كان في على ايامنا في مشهور قوي بتاع كشكشها ما تعرضهاش بتاع زكاه زكريا. اوكي. فاحنا كنا الكونسبت الاولاني خالص ان شوحها ما تطلبهاش او احنا كنا عايزين حاجه لو يعمل الاكل في البيت ما تطلبوش من بره. ايوه. وعايز اقول لك دي في انتقادات كتير جدا بتجيلنا لان احنا بقالنا حوالي 3 سنين شغالين في مطاعم وحاجات كده وبنعمل دعايه المطاعم وبنجيب الاكل بمطاعم بس يقول لك غير اسم البيج بقى خليها اطلبها ما تشوحهاش ومش عارف ايه الكلام ده. بس احنا برضو احنا الموضوع بتاعنا احنا كان في الاكل بقى في اي حاجه. ايوه. بدليل ان احنا حتى رحنا صورنا عادات اكل بره في شرق اسيا في امريكا. انا عارفة انت عملت تورز. عملت كذا تور. احب اعرف بقى اكتر عن يعني حته التورز دي برضو تقريبا ما حدش عملها. هي امكان بصي هي بتبقى امكانياتها صعبه شويه فهي بتبقى بظروفها. يعني مثلا انا مسافر اجازه مثلا شرق اسيا وانا هناك استغليت ده ان انا صورت مثلا 3 4 فيديوهات. في امريكا استغليت ده وصورت فيديوهات. هي بدات كده. بعدين لما جينا هنا انا عايز اقول لك احنا في مصر هنا التورز بتاعت مصر احلى من بتاعت بره حرفيا. يعني انت في اماكن هنا في مصر محدش وصل لها وعمل فيها تور. يعني محافظات. انا محافظات انا عملت تور في السويس ناجحه جدا. في حاجات في السويس خطيره. تروحي تصوري مثلا الفرن اللي كان بيسوي السمك للناس ساعه العدوان والحرب وتلاقي صور وتلاقي ناس كبيره موجوده من الوقت ده تحكي لك ويقول لك الصاروخ كان بينزل مش عارف هنا اللي هو الاكل بس من وجهه نظر تاريخيه اكتر بالظبط. المحله يعني عمري ما شفت حد مصور فيديو في المحله مثلا. نزلنا عملنا تور في المحله كانت ناجحه جدا. كل بلد ليها عادات. يعني المحله مشهورين جدا ان هم ياكلوا سندوتش مكرونه بالصلصه بس حد بيحطوها في عيش بلدي. الفيديو ده كسر الدنيا. التور دي لو تتباع وزاره السياحه. لا احنا بنعملها والله لمصر فري. انا والله بس بجد يعني حاجه زي دي يعني انا شخص مثلا لما بسافر ببقى عايزه اشوف التور ايه التور اللي هتوديني الحتت بتاعه الشعب بالظبط اللي هو عشان اتفرج عليها. حاسه دي حاجه تبقى هايله الصراحه. يعني اقول لك على حاجه صغيره برضو في المحله الطبيعي بتاع المحافظات كلها لما بنفطر ايه فول. سندوتشات فول مدمس. هم لا بيفطروا فول نابت. ايه ده؟ عارف انت تسمع عن الفول النابت طبعا. عامل ازاي؟ فول نابت هو فول مسلوق. أوكي. بيطلع شوربه كده. هو ده اللي بياكلوه. فول عندهم مش مدمس مسلوق. اوكي. فبقول لك انت هتلاقي في حاجات في مصر هنا تروحي مثلا السويس هتلاقي عندهم مثلا في كشاك في الشارع. احنا عندنا عربيه الكبده. لا هم مثلا هناك عندهم عربيه بتبيع القواقع البحريه. حاجات انت سمعتيش عنها قبل كده اللي هو اصلا حاجه غريبه بس. ده اللي بحبه بقى. هتلاقي حاجات غريبه هنا في مصر. وجميله جدا. مش عارف انا حاجه. ده حقيقي يعني دي كلتشر تانية. يعني اللي هو انا لسه ما نزلتش تحت الصعيد. انا عايز اقول لك الصعيد مليان حاجات كده كده. خطيره يعني كده كده. بس هي الفكره انه عشان توصل لده يعني انا دايما بحاول اتواصل مع حد من اهل البلد نفسهم.
يبدا يكون برضو حد عنده باشن انه يبقى سفير لبلده. هي دي الفكره، انه حد على فكره احنا عندنا حاجات، يعني عايز اقول لك بتوع المحله مثلا بالنسبه لهم سندوتش المكرونه ده تراث، يعني ما ينفعش تغلطي فيه. اذا في حد ياكل من سندوتش مكرونه ده تراث، هو انا هخليك تصور سندوتش مكرونه عشان ده اهم حاجه عندنا. الحلقه بتطلع حلوه لما بتبقى الروح كده، تلاقي الدنيا ماشيه لطيفه طبعًا. جدا يعني طبعا. طب هل السوشيال ميديا هو الدخل الاساسي دلوقتي؟ اوكي دلوقتي يعني دي حاجه ممكن حد يعني يروح لها، يعني ممكن تبني حاجه وده يبقى دخلك الاساسي. طبعا في ناس كتير كده على فكره. اوكي يعني انا يعني مؤخرا من بعد ما رجعت من بره من 2020 ما بقاش عندي دخل غير هو موضوع السوشيال ميديا، لانه خلاص بقى بطلت اشتغل للمونتاج كمونتير بروفيشنال. لا بطلت اشتغل خلاص. اوكي فبقت السوشيال ميديا هي الاساسي. بس بتمنتج حاجتك انت وكمان عندي في التيم مونترين بيمنتجوا. أوكي. يعني مش شرط انا لما منتج، لا بقى يعني معايا تيم شباب صغير، لان المونتاج من الحرف اللي بتحتاج التجديد طبعا. يعني لا يعني انا ممكن يبقى مونتير عنده 18 سنه لسه شاب جديد في المجال يطلع لي حاجات انا مش هعرف اعملها. ممكن يكون هو عنده لاك في التكنيكال شويه، بس دي حاجات انا اقدر اساعده فيها. عنده حاجه مشكله، عنده هزه، عنده حاجه مش مظبوطه، اقول له دي تتعمل ازاي. بس كتقطيع وسرعه ومش عارف ايه، طبعا كل ما الشخص بيكون صغير كل ما بيكون فريش اكتر في طبعًا. في الشغل طبعا يعني في فريق ورا البيج. لا احنا ما شاء الله يعني احنا حوالي 20 واحد فعلا. متقسمين ازاي؟ في عندنا ادمنز. احنا عندنا حاجة مهمة بنعملها، ان احنا بنرد على الكومنتات. احنا بيجي لنا على فكرة الحمد لله يعني دلوقتي كمان الريتش بقى مش احسن من الاول، وممكن يجي لنا مش اقل من 500,000 كومنت في الشهر. نرد عليهم. اوكي لازم نرد على الكومنتات. عندنا ادمنز. أوكي. عندنا رسائل كتيرة جدا بتيجي كل يوم. يعني ممكن في ايام اللي بتبقى بيزي ممكن يجي لنا فوق 1000 مسج عادي في اليوم. اوكي عندنا فريق ادمنز كبير، عندنا بقى شباب بتصور، شباب بتمنتج، عندنا شباب ساعات بنستعين بيهم هم فريلانس معانا باعداد، بيجيبوا لنا مواضيع حاجات مثلا ممكن تصور مش عارف ايه، قصص نروح نصورها كده. كل واحد عنده حاجه مش بتظهر قدام الكاميرا. حلو. عايزه ثلاث حاجات. ايوه عنك محدش يعرفها خالص، ما بتظهرش خالص قدام الكاميرا. انا بتضايق جدا من القرنبيط، يعني ما بحبش اشوفه. ده اجابه غريبه جدا. ايوه هقول لك عايز حاجات مريبه. ايوه انا عايز الحاجات دي. لا بتضايق جدا من القرنبيط. اوكي لو السفره محطوط عليها جبنه قديمه اللي هو المش او الجبنه القديمه ما اقعدش على السفره اساسا. بتضايقك؟ بتضايق جدا. ياه. ده يعني اليوم مش بتاعي. اوكي وللاسف ما بحبش اكل فراخ، بس باكلها عشان الشغل فعلا. طب هل في قصه ورا القرنبيط ده، ولا هو من وانت صغير؟ ده اللي ليه علاقه اكيد بامي، يعني ده ليه علاقه اكيد بامي، فهو من ساعتها وفي مشكله مع القرنبيط يعني. والجبنه القديمه انا بحب الجبن جدا، بس انا عندي مشكله مع الجبنه القديمه اللي هي الحادقه جدا او المش. عندي مشكله مع ده، ما رغم اني باكل حاجات حادقه. طعمها ولا شكلها؟ لا طعمها ما أوكي. طعمها ما هي كلها على بعضيها كده. أيوة. انا باكل فسيخ ورنج عادي. بس ده لا يعني. أوكي. ما ظبطش. في حاجات بتبقى مش جايه، ما جاتش معايا وما قدرتش خالص يعني. اوكي بس قصاد كده انا بحب حاجات غريبه الناس كل اغلب الناس ما بتحبهاش. مثلا ايه بقى؟ بحب الكوسه جدا. يعني الكوسه الخضار اكيد ما بتحبهاش. لا ما طبعا ما بقول لك اغلب الناس ما بتحبهاش. مش بتاعتي. الكوسه جدا بحبها جدا. اللوبيا المحباه السوداء دي بحبها جدا. دي لذيذه. يعني في حاجات يعني اغلب الناس اللي بتحب البسله والجزر والفاصوليا الحاجات العاديه دي الطبيعي يعني. لكن في حاجات كده لا، بحب القلقاس جدا. لو حد عامله حلو بحبه جدا. فبس في حاجات يعني انا عايز اقول لك في ناس كتيره جدا بتتضايق مني عشان ما باكلش جبنه قديمه. اصل هي عشق بالنسبه للناس. بالنسبه للناس كلها، اغلب الناس يعني المصريين بشكل عام الجبنه القديمه دي جزء من الثقافه بتاعتنا. زي الفول والطعميه وجبنه قديمه. لا يعني ممكن استبدلها بجبنه بطماطم حلوه يعني دي. جبنه بيضة عاديه وحطوا لي عليها طماطم هاكلها. ماشي جبنه قديمه لا. ما طب ايه اكله مستحيل تحطها في بقك؟ مستحيل اللي هو لو حد دفع لك مش الجبنه القديمه. هي الجبنه القديمه. الجبنه القديمه غير كده عايز اقول لك في اكلات كتير انا ما باكلهاش
خلينا نقول ما بحبهاش، انا باكلها عادي يعني عشان ده شغل. باكلها واقدر كمان اطبخها واقدر اقيمها واقدر اقول ايه الانجريدينتس اللي جواها. اوكي. بس يعني مش كل عامه بقول لك فعلا انا حرفيا 80% من التصوير بتاعي بيبقى فيه فراخ. وانت مالكش في الفراخ خالص؟ ما باكلش في الفرخه كلها غير الاجنحه. اوكي. بس اوكي، بس غصب عني يعني عندي تصوير اكل، لكن لو انا اللي اكل لوحدي لا ما اكلش فراخ عمري. ما افكر ان انا هاكل فراخ. لحوم بقى اكتر؟ لحمه اكتر. اوكي. ولازم اللحمه تكون ملبسه. ملبسه؟ أوكي. ملبسه يعني فيها دهون. ايوه. اللحمه الحمراء دي ده بلاستيك، مالناش دعوه بالناس اللي بتاكل لحمه حمراء. اكيد انت بتعملي كده. اللي بتاكل لحمه حمراء. ماشي. طب في كلمه دايما بتقال لما حد يعني يبوم على السوشيال ميديا يقول لك الشهره غيرتك، انت حاسس بقى ان الشهره غيرتك؟ طبعا 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 غيرتني. ازاي بقى؟ لا احب اعرف. هقول لك ازاي. بصي، انت في الاول هائم على وجهك في هذه الدنيا كده، اي حاجه بتعمليها مش شايله همها. لكن دلوقتي انا مدخن مثلا، عمري ما طلعت في فيديو او حد يعرف او بتاع. انا مره كنت واقف لقيت ست كبيره جايه بتقول لي اخص عليك، انا مش عارف انت مين، في ايه، مين حضرتك؟ بدات اشوف كده عمتي مثلا ما شفتهاش من زمان، مش عارف مين دي. بقى طلعت بتشرب سجاير. طب انا اسف والله عظيم جدا، هي حسستني بالذنب فعلا. حسستني بالذنب والله. ازاي انا وقفت اشرب يعني في الشارع كده اشرب سيجاره؟ ادخن في الشارع؟ لا ما ينفعش. فالشهره بتغير، هي بتغير على فكره، مش بتغير ان انت هتروحي تدوسي على خلق الله. لان في الاول وفي الاخر هو الشهره من الناس، هي الشهره مش من صح. مش من اي حته تانية. معاك. لكن هي بتقيد حريه حياتك. يعني في اماكن انا ممكن اكون عايز اروحها ما اروحهاش. في افعال عايز اعملها ما بعملهاش. يعني بيبقى ليها حسابات تانية، يعني بيبقى ليها حسابات تانية. انه الناس ممكن تلاقي حد يشوفك، يعني بسمعها كتير، انا ابني بيحب يتفرج عليك ده بيقعد يقلدك في كل حاجه، دي بتبقى مشكله. فاهم؟ انا بخاف يطلع المسؤوليه تجاه الحاجات دي. طبعا يعني انا بقول لك فعلا الموضوع، بس طبعا في شهره عن شهره بتفرق يعني طبعا. برضو الشهره بتاعتنا دي على الله حكايتها. يعني لما حد يقابلني ما اعرفش هيقول لي معلش اصل البني بيفك مني، مش عارف ايه، غير الفنانين بيتصوروا معاهم. يعني الشهره بتاعتنا برضو ايه يعني، بس شهره برضو. ما هو في الاخر طالما انت حد بتانفلونس الناس في اي حاجه عموما، بالذات في السوشيال ميديا، لان الناس دلوقتي بالذات العيال الصغيره هم ما يعرفوش اصلا ايه التلفزيون ده. ده حقيقي. يعني انا اخويا الصغير بجد لا يفقه اي شيء في التلفزيون، بالنسبه له التلفزيون يعني نتفليكس. ما هو بيشغلوا على التلفزيون اللي هو ايه، فاللي هو برضه ملوش بقى في الحاجات دي. فكده كده الانفلونس بيبقى بقى في كل حاجه، بالذات لو حد انترستد في حاجه قوي هيتسحل بقى للاخر. صحيح. ومش هيرجع تاني يعني. صحيح. مش هيجي تاني. طب هل في جانب مظلم للفود بلوجر؟ طبعا. ايه بقى؟ طبعا. بصي انا هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم انه للاسف احنا بقى لنا كام سنه الماتيريالز ما بقتش احسن حاجه. بسبب الاسعار اللي عليت، وبسبب ماتيريال في المطاعم، ماتيريال الاكل عموما على فكره. حتى اكل البيت النهارده اللي بتجيبيه مش زي اللي كنت بتجيبيه من سنه فاتت، ولا من سنتين فاتت، ولا من ثلاثه فاتت. عارفه كده لما اهلك في البيت يقولوا دي انا كايفه شويه سمنه بلدي بتوع زمان. هي بتجيب سمنه بلدي على طول، بس هي دي مثلا الكواليتي بتاعها كويس فحسست يعني كده. فانت بتاكلي من كل حته، من كل حاجه بتحبيها وما بتحبيهاش. ده ممكن يتعبك. واحد زي انا شخصيا اصلا عندي مشاكل في معدتي اصلا. أوكي. انا اصلا عامل تكميم معده وشايل معدتي وعندي مشاكل في معدتي. فلما الاكل بيبقى زياده بتعب، لما الاكل مش بيبقاش كويس وبتحصل كتير بتعب جدا. طب جدا يعني في ايام والله الواحد ما بيعرفش ينام من التعب بتاع معدته. والمعده من الحاجات اللي لما بتتعب بتبقى سخيفه يعني. بالظبط. يعني صعبه بصراحه. طب احنا عايزين نعرف، او يعني انا شخصيا يعني عايز اعرف، هل في البدايه كنت متخيل ان انت هتوصل اللي انت واصل له دلوقتي؟ لا خالص. بصي هقول لك،
كنت متخيل ان انا هنعمل حاجة من باب ان احنا عندنا خبرة في ده. فاحنا هنحاول ان احنا نعمل ده. بس الجزء الشعبي، الشعبي مش اقصد بيه الشعبي كليفل، لا الشعبي اللي هو بتاع الشارع، لا ما كنتش طبعا اتخيله كده ابدا. يعني الحمد لله في طاقة حب جميلة جدا انا بشوفها من الناس، وناس ما اعرفهاش كلمة كتيرة جدا بسمعها. انا مستحيل اتصور مع حد معروف او اقف اتكلم معاه، انا وقفت معاك انت بالذات. دي حاجات لطيفة قوي، يعني ما كنتش متخيل. يعني دي النعمة بقى من عند ربنا، انه دي حاجة مش في ايدينا، مش احنا بقى اللي خدناها او عملناها. انا صح جدا، صح جدا. يعني دي حاجة كده بقى يعني، فما كان لا توقع، لا بس توقع ان احنا نعمل بروجكت ونشتغل عليه انه ينجح كان موجود، بس نجاح اللي وصل له لا بصراحة. اوكي، طب هل في حاجة مختلفة كنت هتبتدي بيها لو انت بقى، يعني انت دلوقتي خلاص شفت السيكونس بتاع الموضوع، كنت هتبتدي بنفس الطريقة ولا كان ممكن تغير حاجة؟ هقول لك حاجة، بس هبتدي بنفس الطريقة مش هغير حاجة، بس لو كان في حاجة كنت ممكن اغيرها في الأول، رغم ان انا مش هعمل، مستحيل اعمل كده لو رجعت هعيد نفس الموضوع، ان هخلي اسم البيج الشواحة ما تطلبهاش فعلا. علشان هو الاسم لما تيجي، هو الناس عندها حق، لما تيجي تبصي عليه هو حصرا انك تعملي اكل في البيت وما تطلبيش اكل من بره. فلما بدانا نطور، ما احنا كل فتره لازم نقعد نطور في الكونتنت لان الناس هتزهق. صح، لما بدانا نطور في كل شويه بنغير نطور بتاع، فغصب عننا بدانا نطلع بره، نروح مطاعم، بدانا نعمل، بدانا نسوي. ف دي الحاجه الوحيده، لكن غير كده لا، كنا هنبدا ان شاء الله نفس البدايه دي. يعني لو رجع بينا الوقت لا نبداها برضه. اوكي، طب دلوقتي يعني هوجت الكونتنت كرييشن والفود بلوجرز بالذات كتيره قوي، وفي ناس الحقيقه الناس بتقول ان يعني الفود بلوجر فقد مصداقيته لان خلاص احنا عارفين مننا بقى، انت بتروح وبيدفع لك، فبتقول ايه ده، واو، هاي مش عارف ايه كل الحاجات دي. رايك يعني ايه كومنت تقوله للجزء ده عموما، عشان دي حاجه ناس كتير قوي بتتكلم عليها. يعني انا مثلا واحده من الناس، في ناس انا كنت عامله لهم فولو، روحت جربت حاجات هم عملوها، اكتشفت قد ايه حاجه بدون ذكر اسماء، يعني لا يعني صعب. ماشي، انا هقول لك على حاجه. انا دلوقتي رحت مطعم اصور فيه، المطعم ده اكيد هيقدم لي اكل كويس، هو عمر ما الاكل على فكره هيبقى وحش وانا اقول عليه حلو. اوكي، عمره ما هيبقى وحش وانا هقول عليه حلو. بس احنا عندنا مشكله عامه، انه في اماكن هو شاطر وهو بيسيرف 10 اوردرات في الساعه. لما بقوا 100 اوردر في الساعه اوبريشن وقع، بتبقى صعب، فالاكل ما بقاش كويس. فالناس تقول لك ده لما اتشهر اتغير، لا هو ما اتغيرش. رجعوا تاني للامكانيات الاولانيه، هتلاقيه بيعمل لك الحاجه كويسه جدا. الاوبريشنز بتاعته ما تستحملش الضغط اللي هو محطوط. لكن في ناس كتيره جدا بتشتغل بتعمل فيديوهات كويسه، انا بتابع ناس كتيره جدا بعرف منهم حاجات. عندي مشاكل مع ناس، اكيد طبعا عندي مشاكل مع ناس، ده شيء طبيعي. يعني انا مش هبقى دبلوماسي قوي، بس انا عندي مشكله مع ناس اللي هي بتتكلم في الاكل وخلاص. انا على فكره مش دارس اكل. اوكي، بس لما لقيت نفسي بدات اخش في الحته دي بدات اذاكر. اوكي، لا في ناس كتير ما بتذاكرش، ده حقيقي. يعني في ناس كتير ما بتذاكرش الحقيقه، مش فود بلوجرز بس، يعني وناس كتير عموما ما بتذاكرش. يعني هو طول عمرنا كانوا اهالينا من زمان جدا يقول لك ايه، هتفضل تذاكر لحد ما تموت. هو ده حقيقي، صح، ده حقيقي جدا. لانه وفي الاول وفي الاخر الاكل يعني مش قران، أكيد. ده أذواق وطرق ومزاج وكل حاجة. في مطعم معين ممكن يكون بيعمل حاجة بطريقة معينة من وجهة نظرك هي غلط، بس هي دي الطريقة بتاعته. صح، عجبك كلي من عنده، ما عجبكيش ما تاكليش من عنده. زي أنا شفت واحد طلع عامل مشكلة إنه المطعم ده حاطط تحت المشويات رز. ماشي، أنا معاك إن المفروض المشوية يبقى تحتها خضرة. أنا معاك جدا، وده اللي متعودين عليه وده الاصول وكل حاجه. بس في ناس دلوقتي بقت ده بالنسبه لها اد فاليو يعني للطبق. انا حطيت رز، وفي زبون لو ما فيش رز يتضايق. صح، يقول لي ما هو بس في الاخر
ما ينفعش تطلع تقول انه ما ينفعش المشويات تتحط على خضره بس. صح. لا ينفع. هو ينفع تتحط على الرز بس الصح ايه؟ تتحط على خضره. بس خلاص الراجل ده قرر انه يعمل كده، نجح في ده، خلاص يا معلم كل واحد يقدر يعمل كل حاجه. زي السوشي. صح. مؤخرا علشان يعرفوا يوسعوا بقوا يعملوا الفرايد سوشي. انت ممكن تيجي، انا واحد من الناس مثلا يعني ما يستهونيش ان اروح اكل سوشي، بس لو جالي شغل فيه سوشي او قاعد في مكان اكل سوشي. طب هم دلوقتي عملوا حاجه فرايد. انا لما مره كنت قاعد في مكان ونزل لي سوشي فرايد، فلقيت واحد جالي قاعد جست برضه، قال لي بقى انت بقى المفروض بتاع الاكل وتاكل سوشي فرايد يا راجل، وفي حاجه اسمها سوشي فرايد ولا بتاع؟ يا معلم انا ما باكلش سوشي اصلا. فانا قلت ايه؟ اكل حاجه اقدر اكلها في المكان وما تضايقنيش. فهي دي مشكله، يعني مشكلتي مع الفود بلوجرز التانيين. بس الناس كلها كويسه وربنا يرزق الجميع ويوفق الجميع بقى. يعني مفيش بقى حاجه اسمها ان الناس بقت كتير او بقت قليل، محدش بياخد رزق حد خالص. طبعا نهائي. طبعا لو بقى في مليار واحد بيعمل ده وفي رزق الواحد هو هيروح له، هيروح. صح. له يعني. صح. ربنا يرزق الجميع يعني. طب انت عمرك رحت مطعم والاكل ما عجبكش؟ كتير. بتعمل ايه بقى في المواقف اللي زي دي؟ طيب احنا عندنا نوعين من التصوير، بيد وان بيد. الحاجات اللي هي مش مدفوعه والحاجات المدفوعه الاجر، ان انا رايح اعمل دعايه. طيب الحاجات اللي مش مدفوعه، لو الاكل ما عجبنيش انا ببدا اتكلم مع الشخص باسلوب كويس، وممكن لو حسيته احنا بنتعامل مع ثقافات كتيره. لو حسيت ان الناس دي ثقافه اللي هو ممكن يحسوا انه كلامي ممكن يضايقهم، فخلص يعني بخلص اكل بنحاسب باخد بعضينا وبنمشي والموضوع انتهى على كده. ما بنزعلش. بتنزل؟ لا ما بنزلش فيديو. أوكي. عمري في حياتي ما نزلت فيديو نيجاتيف، مستحيل. وحتى لو الاكل مش عاجبه مش دوري. آه. ان انا ضر شخص في اكل عيشه ده مش دوري. صح. ده مش دوري نهائي، ده مش موضوعي ولا قصتي. ما عملتلوش فيديو. انا في اماكن كتيره جدا معروفه ناس كتير بتقعد تبعت لي روح صور لنا كذا ان شاء الله. انا عارف ان كذا ده انا رحته وجربته ومستحيل اصوره ومستحيل اكل عنده اصلا. اوكي. بس خلاص مش دوري مش بتاعتي. طب واللي مدفوعه الاجر؟ اللي مدفوعه الاجر وحصلت كذا مره مش مره واحده. والله لما بلاقي ناس ممكن تستقبل ابدا اديهم نصايح. ده محتاج كذا، ده يعمل كذا، ده محتاج كذا كذا. ما ناخدش فلوس، نحاسب على الاوردر بتاعنا وبنمشي. وفي ناس انا صورتهم بعد ثالث ترايل مثلا، ان في ناس رحت كذا مره. في ناس فعلا بتبقى عايزه تطور، هو عايز ينجح ووثق فيا، فقلت له على حاجات مشيت، لقيته بيكلمني مثلا بعديها تاني. ما تيجي تجرب. اروح اجرب الاقي انه فعلا ظبط الكومنتس اللي قلناها، وان هو كمان مبسوط. دي حاجه حلوه منك عامه جدا. يعني هي حاجه كويسه. ففي ناس تانية ما بتسمعش. ده ما لناش دعوه بيهم بقى. حسب الشخص. ده بقى انت ربنا معاك وبقى خلاص والله فلوسك اهي. انا مره اتقالت لي كده، قول الكلام اللي انا هقول لك عليه انت واخد مني فلوس. قلت له لا والله اكل عيشي وفلوس وكلنا بننزل من الصبح عشان نجيب فلوس عشان عيالنا وبيوتنا، بس لا. يعني في الاول وفي الاخر انا عندي كريدت مع الناس، ما انا بقعد كل شويه اخد منه حته اخد منه حته هيخلص. فبتي بتحاولي على قد على قد ما تقدري الوقت بتاعه تكبريه شويه. يعني فاهمه قصدي. طب ايه اكتر ريفيو يعني سمع معاك وتاثيره باين واضح حتى في الناس؟ هخليني اقول لك السؤال بشكل تاني، ايه اكتر فيديو عملته كسر الدنيا؟ قول لي. وفرق في حياه الناس. فرق في حياه الناس. انا كنت عامل فيديو في الشرقيه من سنتين كده اسمه اكبر طبق محشي في مصر، اغلب الناس شافته. اوكي. الفيديو ده عمل 13 مليون مشاهده في اول 4-5 ايام. ده كان شاب، ده مش اعلان لاي حاجه خالص. ده كان شاب اسمه محمد النادي من الشرقيه، عزمني قال لي انا عايزك تيجي البيت عندنا. احنا عندنا فرن الطين بتاع زمان، وعندنا الكانون اللي هو برضو البوتاجاز اللي هو برضو معمول بالطين وبيتحط خشب، وهنعمل لك شويه محشي بقى. ايه ماشي يا معلم. رحت له عادي جدا، واحد عازمني يعتبر في بيته، يعني بيته ارض الزراعيه اللي تبع البيت بتاعهم يعني. رحت استضافه طبعا خطيره. صورنا فيديو. عايز اقول لك ان الفيديو ده بالارقام اللي انا بقول لك عليها دي كان مدته نص ساعه، يعني فيديو طويل.
نص ساعة. والناس اتفرجت عليه كله. رحنا اشتغلنا صورنا فيديو. انا اصلا قضيت يوم جميل جدا. وروحت ذات الفيديو مش في دماغي. انا قلت فيديو حلو يعني كسر الدنيا. بدأت الناس كلها عمالة تسأل انا نفسي اروح اقضي يوم زي ده. فمحمد راح مجمع اهل القرية اللي هو فيها وبدأوا يعملوا في الاراضي بتاعتهم الفران والكانون وبدأوا ينظموا رحلات ان الناس بتروح تقضي اليوم وتتغدى غدوة زي ديت في الارض الزراعية في وسط الطبيعة. اشتغلوا وما شاء الله عليهم يعني هم على تواصل معايا بعد سنة مثلا قال لي انت ما شاء الله يعني هم يعني ده طبعا مفضل ربنا مش يد طبعا هم رزقوهم ما شاء الله عليهم انه لا في شباب كتيرة في القرية بقت بيشتغلوا في ده ان الناس دي فجأة بقى مقصد سياحي البلد بتاعتهم والناس بتروح تقضي اليوم تتغدى تتعشى تفطر تعمل تعيش الأجواء الريفية وأجواء ريفية في ريف حقيقي. خدي بالك ان في اماكن كتيره تعيش الاجواء الريفيه بس هي مخلقه. ايوه اللي هو حد عنده حته في على الطريق الصحراوي وعملها ريف لا ده ريف بجد يعني المكان بجد ريفي وناس بجد ريفيين وبيوت ريفيه بجد بيوت الناس نفسها. فدي من الفيديوهات اللي فرقت جدا جدا يعني. اوكي طب لو طلبنا منك بقى انت تشوح لنا حاجه وناكل كل المكان. بصي انا هقول لك على حاجه. هي كلمه تشوح لنا لازم يجي بعديها حتتين كبده. اوكي ماشي. وبما ان العدد كبير فالكبده بقى هي اللي بتبقى اسرع حاجه. اسرع حاجه اسرع حاجه في الدنيا. في خلطه معينه بتحطها على الكبده. بصي الكبده في تاتش كده ما انا هقول لك حاجه. انت لما تيجي تعمل خلينا نتكلم على الكبده اللي هي بتاعه العربيات. ماشي. اللي الناس تقول عليها كبده اسكندراني بس ما لهاش دعوه بكبده اسكندراني. كبده اسكندراني دي حاجه ثانيه. الكبده اللي هي العصافيري. عصافير هي اسمها كده. عصافير دي نوع التقطيع متقطعه صغيره نوع التقطيع اسمها عصافيري. الكبده دي دايما لما احنا نيجي نعملها في البيت بنحط شويه زيت صغيرين ونشوح الكبده فيها. اوكي. لا هو المفروض تحطي زيت غزير وتقلي الكبده فيها. تتقلي. وبتتقلي من غير اي بهارات. امال ايه بقى بتحط ايه؟ بتحطي بقى بعد كده بعديها الملح فلفل الكزبره والفلفل الاسود غير طبعا الفلفل الاخضر. وفي حاجه ثانيه بقى تركيه ثانيه الناس بتحط الكبده وبعد كده تحط الفلفل. لا احنا لا احنا بنحمر الفلفل الاول وبعد كده نحط الكبده عشان تطلع معاكي زي العربيه في نفس الطاسه. نفس الطاسه ياخدوا من بعض يعني. والزيت لازم يكون غزير. أوكي. وطبعا الثوم طبعا يعني ساعات بقى الناس اللي هي الثوم بيتعبها لو قلنا في البيت يعني بس طبعا اصولها لازم التوم. التوم بنحط الكبده مع التوم على طول وتحمره بقى تحميره حلوه كده. انا جوعت. انا كمان. انت قاعد بتشرح وانا حاسه ان شم ريحه الكبده. الكبده في كل مكان. نصب سندوتشات دلوقتي. طب ايه اكله يعني ما مش 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 اكتر حاجه بتظبط معاك؟ الحلويات. الحلويات. الحلويات والمعجنات كمش مش باستا ولا البيتزا. ما بعرفش خالص. مش مالكش فيها نهائي. طب اجمد حاجه بتعمل اي لحمه بقى. اوكي. اي لحمه اي منتج في العجل كده ان شاء الله بيتعمل معانا كويس يعني. طب هل يعني في خلطه مثلا معينه في حاجه معينه انت يعني دايما بحس الناس اللي بتحب تطبخ بشكل عام في تاتش معين دايما بيحطوه في حاجه ما يقدروش يستغنوا عنها جوه المطبخ يعني؟ انا بحط مع اي لحمه قرفه. قرفه. قرفه باودر. اي لحمه مع سنه قرفه كده. بس عايز اقول لك على حاجه الاكل بيبقى حلو لما مبيبقاش فيه فزلكه. لما بيبقى في حاجه ملح وفلفل ولو هتحط سيبه في حاله اطلع حاله هنتفزلك ممكن يروح في اي مكان يعني. الاكل بيبقى حلو لما مبيبقاش فيه فزلكه حرفيا يعني. اوكي. يعني دايما حتى لما حد يكلمني يقول لي انا عايز ستارتر كيت عشان هبدا اطبخ اجيب ايه بهارات ايه اقول له هات زيت وملح وفلفل الاول. انت مش محتاج اكتر من كده. زيت وملح وفلفل تقدر بيهم تعمل كل الاكلات. بعد كده بقى انك تبدا تطور في اكل اكله انك تزود لها حاجه. بس هو البيز زيت ملح فلفل. لو عملتي الاكل وظبطتيه بالثلاث حاجات دولت فهو هيطلع حلو. الاد اونز دي بقى كلها حاجات زي ما بيقولوا ايه مش فكره فزلكه ارت بقى انا بدات اتطور. أيوة. في الطبق بتاعي
بس طبعا لما نتكلم عن الملوخيه لازم بقى عندنا كزبره طبعا، مش عايزين مشاكل عشان ايوه. لكن غير كده لا، يعني الحاجات الاساسيه ملح وفلفل وزيت، تقدري تعملي كل حاجه. كونسبت الاكل بتاع الشارع بتاعنا الطبيعي اللي هو ما فيهوش حاجه بس هو في نفس الوقت ليه روح. بالظبط بالظبط. طب انت طول عمرك بتحب الطبخ؟ اه من زمان يعني وانت صغير، ولا دي حاجه على كبر حسيت بيها اكتر؟ لا يعني يعتبر من وانا صغير يعني، يعني انا طول عمري ما افتكرش بدات ده امتى، بس انا طول عمري بعمل اكل يعني. يعني طول عمري بقى واقف مع ماما في المطبخ اساعدها اشوف حاجه بتعملها ازاي بتاع. طول عمري انا احب لما اكون لوحدي بحس ان دي رحله. أيوة. اللي هو ايه، انا يعني ممكن يبقى سهل جدا انا ابعت اشتري اكل من بره جاهز، لا انا احب انا اعمل الاكل يعني، بس ابعت اشتري الحاجه. يعني احب جدا اجيب لحمه اعملها دلوقتي. ايوه فاهم. اجيب سمك اعمله دلوقتي، يعني ما بحبش اجيب حاجه اخليها في الفريزر وبعد كده اطلعها اشتغل منها، لا. فممكن لو انا نفسي هفتني الحاجه ابعت اشتري اعمل اوردر، وخصوصا دلوقتي بقى في حاجات كتير ممكن تعملي بيها اوردر، البقاله والحاجات دي، وانت قاعده في البيت الحاجه تيجي اروح اعمل الاوردر وعامل الاكل في ساعتها وانا قاعد يعني. تحب حاجه فريش؟ فريش يعني احسن حاجه. لان موضوع الديفروست ده غير انه بياخد وقت، السوى بيختلف. مش هقول لك بقى الطعم، لا السوى نفسه بتاع الحاجه بيختلف في ميعادها ولا في طعمها؟ في ميعادها وفي طعمها. يعني انا ممكن مثلا اعمل حسابي انه دي هتاخد لها نص ساعه مثلا، ممكن لا تاخد 40 دقيقه 45 دقيقه، فانا ما ببقاش عارف فاضطر كده. وانا عندي مشكله لو دقت والاكل بيتعمل مش هاكل خلاص، ده اكون شبعت يعني. اه اصلا لا، فبحب استنى عشان اعرف اقعد اكل بعد كده. طب لاي حد عموما عايز يخش سكه الكونتنت كريشن بشكل عام، مش ضروري في الاكل، ماشي، بخبرتك في الميديا وقبل الفود بلوجينج ودلوقتي في الفود بلوجينج وكل الحاجات اللي انت عديت بيها دي، ايه حاجه نصيحه تنصحها لاي حد عايز يبتدي واللي هو لسه شويه مش تايه بس مش عارف يبتدي منين؟ ولا اي حاجه غير حاجه واحده بس، مش هقول له بقى خد بالك من التصوير، خد بالك من الصوت، خد بالك من المونتاج، خد بالك من كل ده، حاجات هو هيطورها مع الوقت. اول فيديو عملته مش زي التاني، مش زي رقم 1000، مش زي رقم 2000، مش زي رقم 3000. يمكن انت لو بتعملي معايا انترفيو ده من 7 سنين، اول ما بدات انا كنت عارف اتكلم معاكي زي ما انا بتكلم معاكي كده. كل حاجه انت مع الوقت بتطورها، تبدا تشوف ايه المشكله عندي وبتعملها. الحاجه الوحيده هي الاساسيه، الاستمراريه. انا قررت اكون متواجد، لازم افضل متواجد. انا في اوقات بيبقى عندي ظروف قهريه ممكن توصل لحالات وفاه لناس قريبه مني، بس لازم اصور وانزل الشغل. ده ملوش علاقه، ده شغلك. ففي ناس ملهمش دعوه انت عندك ايه. ممكن اكون تعبان، ممكن اصور، ممكن اكون هسافر او عندي حاجه مش فاضي فيها مده، انا بزنق نفسي قبليها واصور عدد كبير خليه جاهز علشان ازيع في مواعيدي، ان انا كاني منزل الناس شغل. هي الاستمراريه هي الكي في الموضوع ده كله. لكن انزل فيديو واستنى شهر ولما ابقى افضل انزل فيديو ومش عارف، عمرك ما هتوصل ان دي تبقى كارير او الشغلانه او تنجح في الاتجاه ده. عمرها. لكن غير كده كل الحاجات التانيه بتتطور. طب هل مش حاسس ان الحته دي او بتبتدي تبقى كارير يبقى في ضغط والناس اللي بتعلق تعليقات مش لذيذه بتبتدي تحس ان انت متضايق منها؟ اه طبعا. بصي هو انا اقول لك على حاجه، احنا خلينا ايه اقول لك حاجه كده، احنا جدتنا بتنحس يعني، اول شتيمه شتمتها خدتها على قلبي. ايوه دلوقتي بقيت عادي عادي عادي، الشتيمه بتلزق صح، الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها تاني صح، بنتشتم عادي جدا لغايه دلوقتي. معنى انك اتشتمت انك نجحت، معنى في شتيمه ان في نجاح. انا بحس ان دي حاجه اصلا في الناس عموما اللي اشتغلت في الميديا، ان الواحد ايه اللي هو ايه ما تاخدهاش على قلبك خالص خالص. انا كنت يعني في الاول انا اتربيت في الجزء ده. عايز اقول لك على حاجه، انا بتشتم شتايم مريبه بسبب حاجات غريبه. يعني انا مثلا ممكن اتشتم ببومي علشان حطيت المكرونه قبل الصلصه مثلا، يعني انت متخيله؟ صعبة. لا يعني في حاجات مريبة كده. أيوة. فعمل براحة دماغي. بص هتنتقدني بـ بـ من غير ألفاظ
اسيبك عادي جدا وارد عليك واتناقش معاك وما عنديش مشكله. هتغلط هتشتمني باي شكل من الاشكال هعملك بلوك. اصل انا انت اصل خدي بالك انا لو شفت على لو اتفرجت على حاجه وضايقتني عمري في حياتي ما اخش اكتب له كومنت كمان. هعمل له انفولو. صح. هعمل له انا هعمل البيج دي اصلا بلوك ما تطلعش عندي تاني. صح اسهل المفروض. فاهم اقصد ايه؟ فانك انت تبقى شخص تشوف حاجه ما تعجبكش وتخش تتعب نفسك انك تكتب كومنت وممكن يروح كاتب كومنت على حاجه مثلا بعد 10 دقائق في الفيديو، يعني معاك انت قعدت 10 دقائق تتفرج عليا. ومضايق قوي مني، طب انت قعدت 10 دقائق تتفرج عليا ازاي؟ ودخلت وكتبت لي شتيمه. طيب انت اكيد في حاجه مش طبيعيه في نفسيتك او في مخك. فتجنبك افضل لي، يعني انا لا مش عايزك تتفرج عندي تاني. يعني خلاص. اخترعوا لنا زرار جميل كده اسمه بان، مش نعمل بان لاي حد زعلنا وخلاص. صح صح انا معاك جدا جدا خلاص. في الجزء ده بالذات عايز اقول لك ان ممكن الاسئله السؤال ده انا اتسالته في انترفيوز، يعني الحمد لله احنا عندنا انترفيوز في حاجات كتير جدا اتسالته كتير زمان، ممكن تلاقي ردي مش يعني هتلاقي كل مره ردي بيبقى مختلف. لان كل مره الوقت بيمر عليكي بتبداي تفكري في حاجات كده اللي هو طب هو شتمني انا اخش. وساعات لما حد بينتقد بسخافه او باستفزاز انا بخش اعمل مش عارف ادخل اعمل ريبلاي ليه اقول له حاضر. وساعات انت اللي بتعمل ريبلاي. اه بصي في او في اخر حتى لو عندنا مين، انا عندي تيم ما شاء الله عليهم معايا من اول ما بدات شغالين وناس زي الفل وبوجه لهم كل التحيه يعني. بس لو انت مش هتعملي اوديت على الشغل بتاعك ما ينفعش. اه ممكن مش هخش اشوف الالف كومنت ولا الالفين ولا الخمسه ولا مش هخش اشوف كل ده، بس لازم كل يوم بالليل كده عندي مثلا نص ساعه اقعد ابص على المسجات مين بعت رد ومين عمل مش عارف ايه. ممكن اخش كده راندملي اشوف لو فيديو جديد لسه نازل اخش اشوف الكومنتات رايحه في اي اتجاه، لان انا في حاجات كتيره جدا بتعلمها من الكومنتات. وفي حاجات كتيره جدا ممكن انا اكون عامل انا شايفها من عامل فيديو او عامل حاجه انا من وجهه نظر شايف ان هي حاجه عاديه. اخش الاقي الناس بترد عليا لما بطبخ اكل مثلا، انا متعود انا بعمل اكل في البيت لنفسي. فلو بقلب بتاع بمعلقه انا عادي جدا ممكن ادوق من المعلقه وارجعها تاني في الحلقه. انا مش في بيتي. فالاقي ناس تخش تقول لي ما ينفعش ترجع المعلقه. الناس دي هي اللي بتخليني اخد بالي. فممكن اقول اه دي حاجه عندهم حق فيها. ليه؟ لان ممكن تكون مصدر ان هم يتقرفوا. اه فاهم قصدي. فممكن ما اعملهاش اخد بالي. فلا الكومنتات مهمه جدا بالنسبه لي بشوفها، لان في حاجات كتير بتعلمها من الكومنتات. وفي افكار جديده كتيره جدا بتجيلي من الناس بالكومنتات. كتير بتفيد طبعا، سواء في اكلات سواء في اماكن نصورها، في حاجات كتيره جدا انا بعرفها من الناس. اوكي. طب هل في حد بينسباير يو؟ يعني في حد بتحس ان هو يعني انت قلت لي ان دخلت وتعلمت حاجات عن الاكل مخصوص اول ما بدات، هل في حد مثلا من او كتاب او حاجه اثرت فيك او حاسس ان هي دايما معلمه في دماغك لما تقول انا اتعلمت في حاجه معينه بتيجي في دماغك؟ لو بنتكلم على الطبخ انا مثلا بحب جدا المدرسه بتاعت جيمي اوليفر. ده شيف انجليزي بيطبخ شبهنا كمصريين، اللي هو شويه ملح شويه فلفل مش عارف ايه. شغله لطيف. انا باخد منه حاجات كتيره جدا ومصرها. بتعلم منه حاجات كتيره جدا. و انا ده حد نجح جدا في الحته دي، فهو ممكن اكون ده ممكن يعني كده. بس حقيقي بقى والله، ومش كلام اللي انا بقوله كده وخلاص، عشان انا بحب الاكل بتاعنا، بحب المطبخ المصري بتاعنا جدا. انت اي وقت هتقولي تاكل ايطالي اسباني فرنساوي امريكاني ولا ناكل شرقي مصري؟ لا انا ناكل شرقي مصري، انا بحب الاكل بتاعنا. الاكل بتاعنا طعمه حلو. احلى من يعني التركي شكله حلو طعمه مفيش. انا رحت تركيا صابتني خيبه الامل للدرجه دي. ما انا عمال اتفرج على فيديوهات وحاجات بتنط وحاجات بتشد مفيش. أيوه. شكله حلو مفيش طعم. زيرو طعم. الاكل بتاعنا حلو جدا. فمين اثر اللي علمنا الاكل بتاعنا؟ امي وخالتي وعمتي وقرايبنا وبتاع. فلا هو الانسبريشن فعلا بيجي لنا من الناس دول.
يعني خلاص انا مش عارف خالتي دي بتعمل مسقعه حلوه قوي. بنتاثر باهالينا. الله يفتح عليك. فلا اكلمها بقول لك انا نفسي اكل مسقعه وبعملها، ما تقولي لي تقولي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. لغايه دلوقتي في ناس ممكن تكون شايفاني ان انا مرجع للاكل. انا لغايه دلوقتي في حاجات كتيره جدا ممكن اتصل بامي، اتصل بحد من اهلي من خالاتي اسالهم انا عايز اعمل دي بالاصل. اتصل بالاصل، اصل المعلومه عايز اعمل دي. ما اخشش اونلاين، يعني رغم ان دلوقتي بقى الموضوع بسيط، يعني اي حد عايز اي حاجه يقدر اونلاين يخش يجيبها بسهوله جدا. كل حاجه بقت موجوده اونلاين. حتى لما بصور اي مطعم اقول لي اصل دي الخلطه السريه، اقول له الخلطه السريه ايه؟ كل حاجه موجوده على النت. يعني الموضوع مش محتاج يعني يعني انت لما بتعمل اكله في امريكا وبتعمل اكله في مصر، الاثنين هيبقوا مختلفين رغم نفس الانجريدينتس، بس عشان الانجريدينتس نفسها هنا مختلفه عن هنا، المكونات نفسها هنا، الفراخ هنا غير الفراخ هنا، اللحمه هنا غير اللحمه هنا، الخضار هنا غير الخضار هنا، البهارات نفسها هنا غير البهارات نفسها هنا. يعني عايز اقول لك انا جالي فلفل اسود من الهند مختلف عن الفلفل الاسود بتاعنا. يعني انت هنا ممكن تحطي معلقه فلفل اسود، هناك انت لو حطيتي ربع معلقه فلفل اسود هتقعدي تعطسي طول اليوم مش قادره تاكلي الاكل. فكل حاجه يعني فالانسبيريشن لا من اهالينا. حقيقي. من اهالينا واكل انت طول عمرك متربيه وعارفه مين طنط اللي بتعمل الحلو وعامل ازاي، مين بتاكل عندهم ام علي بتبقى مبسوطه. المحشي مش عارف عند مين. هو ده الانسبيريشن الحقيقي بصراحه. دي حاجه هايله والله. انا مبسوطه جدا جدا ان احنا قعدنا مع بعض، ويا رب تكون انبسطت معانا في فوتو دي. ربنا يخليك. وان انت شرفتنا هنا بجد، يعني ده شرف ليا كبير جدا. انت ليكي بقى معزه خاصه عندي عشان بنتي الكبيره اسمها فيروز. ده حظي الحلو. الله يخليك. بعد ما نخلص التصوير بقى هخليكي تكلميها. بتحب قوي تكلم اي حد اسمه فيروز برضه. الموضوع بالنسبه لها هم الناس اللي اسمهم فيروز بيبقوا كده في تاتش كده. طب هل انت اسمك فيروز من اللون الفيروز ولا من حجر الفيروز؟ عندك معلومه عن الموضوع ده؟ بص، هو القصه مختلفه مع كل شخص في البيت. في ناس تقول لي عشان فيروز المغنيه المطربه، وعشان في حاجه ثانيه بقى هم بيقولوا لي في البيت يا روز. اوكي. عشان روز بتاعت تايتانيك. ده موضوع تاني. ده قصه ثانيه. فبقت فيروز وروز الاثنين بقى، روز بتاعت تايتانيك وفيروز عشان فيروز المغنيه. انا اصلا بحب البحر. غريبه جدا. انا بحب البحر وبصطاد سمك وبتاع، فانا لون البحر من الحاجات اللي بتهديني نفسيا. فانا لا يعني اخترنا فيروز بقى. لون الفيروزي؟ لون تحفه. ومش معلش عشان بيقول لك لما يبقى عندك عيال ما ينفعش تتكلمي عن حد بيجيب سيرة التاني. فانا عندي كاميليا بقى جنب فيروز. كده بقى. كده كاميليا. كاميليا الصغيره. دي اكيد الشقايه. ده هو تاني واحد بيبقى شقايه ثانيه تاني واحد. انا كمان. انا رقم اثنين. انا نفس الموضوع. دايما بقى مشاكل كده. تشرفت بيك يا فيروز. انا كمان بجد. الله يخليك. وثانك يو سو ماتش ان انت جيت. ويعني ان شاء الله الفيديو يطلع ويعجبك. ان شاء الله باذن الله وبالتوفيق ليكم. ثانك يو يا جماعه.